يمكن كنا بنتكلم على قد ايه بيتس موسيماني متفاهم جدا اهميه طبعا مباراه الاياب اكتر من اي حد، وكان قال الحقيقه في تصريحات عجبت الجماهير قوي ان هو بيرفض مبالغه البعض في الفرحه بعد الفوز قدام الوداد المغربي بهدفين نظيفين، وقال ان المواجهات الحاسمه دي والمصيريه دي بتحمل معها المفاجات كتيره جدا دايما، وده اللي هو خايف منه في لقاء العوده بالقاهره قدر الله طبعا يوم الجمعه. وقال موسيماني في تصريحات لموقع الجريده الكويتيه ان هو جه النادي الاهلي وهدفه ان هو يقوده لاعتلاء قمه المجد الافريقي من جديد، وقال ان هو عايز يساعد النادي الاهلي على استعاده اللقب الغائب من عام 2013. قال كمان ان هو مدرك جدا ان المهمه دي مش هتكون سهله ابدا، لكن مع مسانده الجمهور واداره النادي ليه بشكل خاص وللجهاز المعاون واللاعبين بشكل عام، بجانب طبعا وجود خبرات وطموح كبير لنجوم النادي الاهلي، هتكون طبعا الامور ميسره للوصول للي هم عايزينه طبعا في النهايه، وهو طبعا التتويج بدوري ابطال افريقيا. قال كمان يا احمد ان الوداد فريق كبير ليه اسم عريق في كره القدم الافريقيه، وخسرته على ارضه بهدفين دون مقابل مش مفروض ابدا تخلينا ان احنا نبالغ في الفرحه او الثقه الزياده، وان احنا هنلعب قدامه بنفس الاداء ونفس مستوى مباراه الذهاب، وهنقاتل من اجل انتزاع بطاقه الصعود لمباراه النهائيه. وان هو بدوره قام بعد المواجهه الاولى بالاجتماع طبعا مع اللعيبه وفي حضور رئيس النادي والمشرف على الفريق محمود الخطيب، طبعا كابتن محمود الخطيب، وطلب ان هو يقفل الصفحه تماما ويركز نفسيا وذهنيا لموقعه العوده الصعبه. قال ايه طبعا كمان؟ موسيماني الحقيقه يبدو كمان ان هو قاري كويس قوي ظروف المباراه اللي اتلعبت في المغرب، وقال انه الوداد ما كانش موفق فيها بشكل كبير، لكن ده ما يمنعش انه بيعتبر الوداد واحد من افضل واقوى الانديه في القاره الافريقيه، وانه العناصر اللي بيضمها فريق الوداد عناصر متميزه جدا وقويه، ويمكن ادى على سبيل المثال اتكلم على اسماعيل حداد على وجه التحديد، واسماعيل حداد واحد من اقوى، انا اتكلمت على اللعيب ده ووليد الكارتي الحقيقه يمكن لما كنا بنرصد اهم واخطر مفاتيح اللعب في فريق الوداد قبل المواجهه في المغرب، كنا بنتكلم على الكارتي وبنتكلم على اوك وبنتكلم على حداد، والحقيقه انه الثلاثه دول كانوا عناصر يعني زي ما حضراتكم تابعتهم كده يمتلكوا القدره دايما على ان هم يرهقوا دفاعات اي فريق، وده اللي مدركه تماما مستر موسيماني. اتكلم كمان عن واحده من النقاط المقلقه بالنسبه له، الاصابات، حجم الاصابات في النادي الاهلي. قال انا بالنسبه لي يعني ناقوس خطر او جرس انذار بالنسبه لي فكره انه معدل اصابات اللعيبه، اتكلم طبعا على متولي وعلى ربيعة وعلى كهربا وعلى محمد محمود اللي بنتمنى لهم طبعا جميعا الشفاء وان هم يرجعوا للفرقه مره تانية، واعتقد انه خلاص موسيماني يعني هو الراجل حافظ الفرقه مذاكر الفرقه جاي النادي الاهلي، يعني واحنا بنتكلم حتى مع كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح في السادسه بيقول انه الراجل اي مدير فني اجنبي بيجي بياخد فتره حتى بس عشان يتعرف على لعيبه ويحفظ اساميها، يعني طبيعي كده لو جايبين مدرب من اوروبا جاي على فريق النادي الاهلي عشان يبتدي يعرف اسم كل لعيب اسمه بس ايه هياخد شويه وقت، فما بال حضراتكم انه يتعرف على امكانياتهم ونقاط القوه فيهم ونقاط الضعف فيهم، ده ما حصلش مع موسيماني، وبيتهيألي بعد اربع ماتشات للاهلي تحت قياده موسيماني الفريق فريقنا احنا بقى كمان بالنسبه له كتاب مفتوح، وده هيساعد الراجل بشكل كبير جدا عشان يحط الخطه المناسبه ان شاء الله لماتش او مباراه العوده مع الوداد. كمان يا احمد بيتسو موسيماني وجه رساله لرئيس النادي الاهلي محمود الخطيب بيشكره فيها على تكليفه بمهمه تدريب نادي الاهلي ونادي طبعا في مكانه القلعه الحمراء، ونشر موسيماني صوره لي مع الخطيب عبر حسابه بموقع انستغرام، وقال الرئيس كابتن بيبو شكرا لك على تكليفي بهذه المهمه الكبيره انت تؤمن بي.